طبعا وزارة الزراعة قطاع الإنتاج الدولة العامة للتسويق. تمام، أول مرة بتشاركوا في المعرض هنا؟ لا كل مرة بنشارك فيه. بقالكم كام سنة بتشاركوا؟ بقالي 10 سنين بنشارك فيها. كام سنة؟ 10 سنين. 10 سنين؟ طب إيه المنتجات اللي حضرتك بتعرضوها النهاردة؟ ورقة فراخ، ورقة رنجة، ورقة لحمة. طيب الأسعار أخبارها إيه؟ أسعار ممتازة طبعا. تخفيضات كتير قوي بالنسبة للمعرض. أحسن نقطة في الموضوع ده كله إن إحنا عندنا المنتجات كلها اللي هي توفر المواطن المصري العادي اللي هو البسيط قوي كل الحاجات اللي هو محتاجها في البيت. يعني أي أم تيجي تاخد مثلا الفراخ أسعارها 35 جنيه تبع وزارة الزراعة، وعندك المنتجات بتاعت الزبدة الفلاحي كلها أسعارها نزلناها 30 جنيه وفي اللي هي وفي أنواع العسل الأبيض كله ممتاز الخام. حضرتك ايه رايك في المنتجات اللي بتقدمها الوزاره؟ كله حلو، الفراخ حلوه والعيش حلوه والزبده واسعار حلوه رخيصه. انا اول مره اعرف ان وزاره الزراعه بتعمل حاجه زي كده. اول مره تعرفي ان وزاره الزراعه بتعمل معارض هنا؟ اول مره. تمام، باجي كل سنه بس المره دي اول مره. المنتجات بصفه عامه ولا وزاره الزراعه؟ المنتجات بصفه عامه وخاصه وزاره الزراعه. المعرض راح حاجتها ممتازه واسعارها جميله جدا وبناخدها بدون تفكير.